السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم آية من تيم ايزي از بوسيبل. ان شاء الله نشرح النهاردة التوتوريال الاولاني بعنوان فورميليت ابيكو ايه فورمات كويشن، ازاي نكون السؤال بتاع مثلا عندنا واحد عندنا في مثلا في الاستقبال او في محادثة كده، يعني في واحد سأل سؤال مثلا مثلا دواء كذا ممكن يعالج مثلا، مش فاكرة بصراحة حاجات كتير قوي، بس مثلا يقول لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف في الامثله عامه يعني، بس بيقول لك مثلا احنا جربنا الدواء كذا، ايه ده ستاندرد، ايه ده ستاندرد جولد، ايه جولد اللي احنا دايما بنستخدمه بنعالج بيه دايما مثلا مثلا الالسيرتيف كولايتس الحاجات دي كلها. فبعدين بقى في دكتور تاني قال ايه، ممكن نستخدم الدواء بيه، ممكن يدينا اصلا فعاليه اكتر من ايه، اكتر من الدواء ايه اللي هو جولد ستاندرد اللي هو البي بقى ده اسمه ايه، ده اللي هيبقى نستضي ده عنوان الدراسه. فهندخل سؤال بقى على البيكو عشان نعرف اذا كان الدواء ده بيعالج احسن من الدواء ايه ولا لا، وده دي بقى ايه عشان وهنلاقي، فهنلاقي الاجابه على شكل ايه، ابحاث، يعني هنلاقي الاجابه على شكل ريسيرش او بيبر منشور، يعني الناس قبل كده منشورينها في الحوار ده. وده بيعتمد بقى على ايه، هنشوف يعني دلوقتي نختار العنوان بتاع الليفل بتاع الايفيدنس، هنشوف برضو اذا كان عايزين فول تكست ولا عايزين ابستراكت ولا عايزين تي بي ال الحاجات دي كلها يعني. فهنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، فازاي بقى يعني ازاي نكون ايه بتاع النهارده، ازاي احنا نكون ايه، سوري ازاي نكون ايه، احنا عايزين نكون سؤال، نكون ايه، نكون سؤال على البيكو. فنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه ايه بقى البيكو ده، ايه ده اختصار عباره عن بي اللي هي البيشنت او البوبيوليشن، الاي اللي هي الانترفينشن اللي احنا ايه اللي هو موضوع السؤال، احنا موضوع الدراسه اللي هنقدمه احنا مثلا ايه في حاجه الانترفينشن ده، ممكن مثلا ايتولوجي، عايزين مثلا ريسك فاكتور، ممكن مثلا عايزين البروجنوزس، عايزين الدياجنوزس، الحاجات دي كلها دي كذا حاجه. السي بقى الكومباريزون، احنا بقى دي الكومباريزون مثلا احنا بنقارن بحاجه، يعني مثلا بنقارن مثلا الدواء ايه بالدواء بي زمان قلنا ماشي، الاوت كوم بقى النتيجه اللي احنا عايزينها ماشي. وبيقول لك عندنا الاول اتنين هي البي والاي ده اجباري لازم يكونوا موجودين في اي ايه بيكو فورميت، السي والاو مش شرط يكونوا موجودين في ايه في البيكو فورميت، يعني ده اختياري اوبشنال، اوبشنال قصدي اوبشنال ماشي. قول بسم الله الرحمن الرحيم، اول ايه اول اكزامبل بيقول لك عندنا في ميل سوري في ميل 33 سنه اولد، يعني واحده كبيره بتشتكي من ايه ريجارج اوف ذا جيرد، يعني ان بيزيتنت بجاستريك بين، وعندها دايما بجاستريك بين. شي سولد ميديكال ايه سولت ميديكال ادفايس انفستيجيشن وور دون شي اي ووز دياجنوستيك ماشي هي دياجنوستيك شي هاد اتش بايلوري بوزيتيف ستول انتيجين. يبقى عايزه بقى تقول لك بقى ان هي واحده عندها جيرد تشخص ان هي جيرد، فعايزين انظر حاجه نقول حاجه مثلا، هو بيقول لك ان هي في من هنا وناس بقى ان هي متشخصه، فنكتب في البيشنت ايه، هنكتب ان هي اللي متشخصه ده قصدك يعني، عشان ناخد نقلل ايه نقلل الورق بتاع البحث يعني، ودي اصح. فهي بتسال بقى اذا كان الاتش بايلوري ده سبب ان هي يجي لها جيرد ولا لا. فنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال هو الأول إذا patient impatient with GERD does eradication H pylori improve symptoms، يعني بتقول عندها H pylori لو عالجت H pylori هيتروح symptoms بتاعت الايه بتاعت GERD. فعندنا هنطلع ده كله يعني من السؤال، البيشنت قلنا هناك ايه انها GERD، يبقى GERD فيميل احنا عايزين نعمل ايه الانترفينشن، عايزين نعمل eradication H pylori، الكمباريزون مفيش، احنا بقى عايزين نتيجة الاوتكم اللي هي improve ايه symptoms، اهي واحد عندها GERD نعمل اديكيشن للاتش بايلوري مفيش تريتمنت اوت كوم، احنا امبروفمنت ايه للسيمتومز. دخلنا بقى على البيكو وان بيت، هنبحث على البيكو وان بيت هنلاقيها هيطلع لنا الصفحه دي، هندخل البيشنت وهندخل الانترفينشنال، هندخل كل حاجه يعني. وهنا ما اخترناش في حاله الايه، في حاله يعني اخترنا التايب ما اخترناش، يعني خلينا ايه من سبيسيفاي يعني عامه وشامله. فانا ما صممت بقى تظهرني ايه تظهرني الابحاث بالظبط بقى زي ما احنا دخلنا مثلا زي ما قلنا في البيكو قصدي يعني زي ما كنا السؤال بيطلع بقى عدد الابحاث عدد الريزلت يعني، فكل ما شويه لما نغير في الريزلت في البحث دي بتتغير ايه بتغير الريزلت. كمل شرحه ثانيه إيه عند مين عنده انسر في كولايتس بنعالجه ايه تريتمنت اند تريتمنت، بس ايه مازال ان هو بيشتكي من دايريا قبل ما البين. دايما بكرة ان دي ده ايه دايما بكرة ان ممكن يعمل عندنا في كام مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن، هو يزرع مايكروبيوتا دي اللي هي البكتيريا يعني النافعه اند هيتس رول ايه امبروفمنت سمت. هو بقى بيقول بقى ايه بقى هو لو عمل في كام مايكروبيوتا ده هيمبروف الانسر اوف كولايتس ولا لا. في البيشنت عندنا مين اللي هو بيشنت عنده انسر اوف كولايتس، انترفينشن من عندنا في كو ايه في كام مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن، هنقارن بايه مفيش تريتمنت اوت كوم ريميشن، احنا عايزين ايه الارسيس كولايتس اما ريميشن يا اما ايه اكسبريشن على ما اظن ايه هو يعني تقل يا اما ايه تزيد. ممكن مثلا نقول بعدين امبروفد سيمتومز، بس ريميشن دي عشان نقدر ايه ندرك اكتر يعني او تبقى سبيسيفيك اكتر. وانت دخلنا
عندنا ريزلت كام؟ 119 ميكرو أمبير زي ما احنا عايزين. بعد كده اكزامبل التالت، فيميل 41 سنة كفرد ايه ان هي عندها كوفيد 19، came to vaccination center asking if they now immunized enough or should take ايه اللي هي كوفيد فاكسين ايه، يعني هي جالها قبل كده كوفيد، فهي بتقول ايه زي هي الايمونيزيشن اللي جالها اللي هي الاكتيف ايمونايزد احسن، ولا هي تاخد ايه الباسيف ايمونيزيشن، اي نزل ايه الفاكسين بيمنع عندها الري انفكشن بتاعت الكوفيد 19 ولا لا، ان هي عينه ان هي ايه قبل كده كان عندها كوفيد، يبقى كوفيد بوزيتيف بيشنت، او مثلا عندنا اللي هي بوست بوزيتيف مثلا، ان هي عايزه ايه كوفيد فاكسين تاخد الفاكسين ان عليك ان هي ما تاخدش الفاكسين، او تكون بقى ان هي ايه افويد ري انفكشن بتاعت الايه الكوفيد. ماشي، ودخلنا على الفيكو طلعت الريزلت اهيت. ماشي، بعد كده المثال الرابع عندنا 45 سنة في ميل عندها هيستو من كرينكاسترايتس من عليك ايه بيتش 2 باي بلوكر، مش عشان تسبب ايه زنتاك لازم تاكل 150 مثلا، وات از ستيل ايه بس متعانس. احنا بقى عندنا خدنا بنقول بقى لو عالجناها بالبي بي اي احسن من اتش واي لوكر ولا لا، اتش تو بلوكر ولا لا، نفس السؤال اهو بيقول لك عندنا داز البي بي اي اذا بيتر دايم اتش تو بلوكر في امبروفمنت سيمبتومز ولا لا. الفورمات بيقول بقى عندنا ايه البيشنت هنلاقي واحد عندها كرونيك جاستريك ايه كرونيك جاستريك جاسترايتس انترفينشن من عندنا بي بوتن بامب انهيبيتور، هي اصلا كانت ماشيه على ايه كانت ماشيه على اتش تو بلوكر، فده كانت كلام اتش تو بلوكر ايه اوت كوم امبروفمنت ايه السيمبتومز. دخلنا على البيكو طلعت الريزلت اهي 2 ريزلت. ماشي، تاني حاجة قلنا عندنا ايه مين عنده 75 سنة ايه دايابيتيك بريزنتد ويت ايه اللي هي الاستقبال عنده ايه ويك ايه في الليفت سايد، هي اسكت سينيور ابوت دايابيتيس ميليتس ريسك فاكتور ستروك ولا لا، يبقى عندنا البيشنت عنده ايه دايابيتيك بيشنت اولد ايج ده ريسك فاكتور، فلازم نحدد ايه ده ريسك بيعمل بيسأل على الريسك، فلازم في ريسك ده نحدد اذا كان اولد ولا يونج والحاجات دي عشان خاطر تبقى اقصى دقي، عشان في ناس صغيرة عندها دايابيتيس هنقول old age most diabetic مثلا intervention اللي هو diabetes اللي هو ايه in comparison مفيش diabetes، بعد ايه diabetes هو بيسأل اذا كان diabetes سبب في الستروك في intervention ايه ان هو عنده diabetes المرض ده اللي نسأل عليه نسأل على ايه نسأل على diabetes ان هو ممكن يكون risk factor ايه للستروك الجلطة يعني. دخلناها طلعت لنا ايه الريزلت بقى. ماشي، عنده بعد كده 133 سنة سموكر عنده headache blurred vision come to the ear clinic when he measured ايه هنلاقي 170 على 100 ده عالي، هي اسكت ايه بوت سموكينج ات ريسك فاكتور اوف الهايبرتنشن ولا لا، وبعدين ده سموكر ايه يعني هنلاقي ميدل ايج برضو لازم نحدد برضو دي ايج انترفينشن هو السموكينج نفس الحوار اللي هناك تاكل عندنا اولد ايج دايابيتس، بيقول يبقى عندنا اذا كان ده ريسك فاكتور للستروك الهايبرتنشن ولا ايه. دخلناها طبعا الريزلت. ماشي، بعد كده قلنا عندنا في ميل بيشنت 22 سنه بريزنت اوف ابدومين البين لوس ايه ستول 3 مرات يعني عندها دايريا، يو ثينك اباوت ايه رول اوف بروبايوتيك ان تريتمنت اوف دايريا، بروبايوتيك اللي هو ايه البرو اللي هي البكتيريا يعني بروبايوتيك ما البرو اللي هو مش فاكر صح اذا كان الغذاء ولا اظن هي البكتيريا، البروبايوتيك هذا رول ان تريتمنت اوف دايريا، فده عندنا عيني ايه عنده دايريا هنعالج ايه بالبروبايوتيك مفيش تريتمنت هنلاقي اوت كام بقى هنلاقي امبروفمنت ايه للدايريا. دخلناها وطلعنا النتائج. ماشي، نشوف بقى المثال الاخير على ما اظن 30 شابة 30 في ميل يعني عندها 30 سنه ما خلفتش قبل كده discovered accidentally هي شي از ايه بريجننت، هي اكتشفت ان هي حامل دلوقتي في الشهر الثالث وساعد من جيرانها والناس اللي حامل قبل كده ان الفوليك اسيد بتاخد في الاوي في اول 3 شهور فهي خايفه من ايه خايفه يحصل عندها congenital ايه anomalies، يقول لك عندنا اسكت الفوليك اسيد ان ذا بريجننت في ميل بريفنت الكرينس اوف congenital anomalies من الفيتس، فعندنا بريجننت في ميل ساعد الفوليك اسيد ومفيش فوليك اسيد هنا congenital ايه anomalies. دخلناها طلعت النتائج وايه ثانك يو ويا رب ايه اصلا تطبيقي فهي سهله جدا ان شاء الله، فشكرا شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.